يا اما شق ديزاين انت بتعمل كنترول ديزاين، وده اللي انت بتاخده في الكليه على مراحل السنه اولى وثانيه وثالثه، اللي هو الموديلنج. انت عايز تعمل كنترول على ماكينه معينه، فانا مش هعرف اعمل كنترول عليها كده لوجيك، فبحولها لمعادلات، بجيب ترانسفير فانكشن، بعد كده بشوف الجذور هي واقعه يمين ولا شمال عشان يبقى سيستم ستيبل وان ستيبل، اللي هو مجموعه العمليات بقى الموجوده. طب لو انا اديت اشاره ذو تردد داخل على البروسيس، الفريكوانسي ريسبونس هيبقى عامل ازاي؟ طب لو انا حولتها لديجيتال، ده اسمه ديزاين، وده شق مهم لو انت بتعمل ديزاين لماكينه او ديزاين لخط انتاج او بروسيس كامله، وده لازم تبقى عارفه. في شق تاني في الكنترول اسمه شق الابليكيشن او شق التشغيل. خلاص بقى انت مش ديزاين، انت عايز تستخدم السكيلز العمليه، هتبرمج، هتوصل، هتشغل، ودي ما لهاش علاقه شويه بالديزاين، دي اسمها الابليكيشن او بنسميها عمليه المونيتورنج او التشغيل اوبريشن. دي زي البي ال سي، زي الامبيدد سيستم، زي الكمبيوتر كنترول، ودي اعتقد كورسات هتاخدها من اول السنه دي للسنه الجايه. هتاخد الترم ده ماده، الترم الجاي هتاخد امبيدد سيستم، سنه رابعه برضو ان شاء الله هنكلم عمر هتاخد امبيدد سيستم، اللي هي الحاجات اللي تؤهلك في مجال الاوبريشن، في مجال التشغيل. ده الكنترول. فانت يا تبقى ديزاين يا تبقى اوبريشن، طبعا يا حبذا لو انت ماسك الجزء بتاع الاثنين. يعني قبل بس ما ابدا في الكورس، هو طبعا الماده من 125، بس عشان تبقى فاهم التفصيله بتاعتها، هو في 90 درجه طبعا بتوع الفاينل، وبعد كده اعمال السنه كلها 35 درجه. اعمال السنه ال 35 درجه دول هنقسمهم الى 20 درجه ميد تيرم، دول بتوع الامتحان ودول ضايعين، وبعد كده في 10 درجات هنعملها على اورال. المادة فيها مقابلة شفوية، يبقى في مقابلة كده في الآخر بحيث أسألك في بعض الحاجات اللي في الكورس دي على 10 درجات، وبعد كده هيبقى في 10 درجات على بروجكت. يعني قرب نص السنة كده هقترح مجموعة من البروجكتس بحيث تبقى مجموعات تكونها، دول كده 40 درجة، وإحنا هنرصدهم من كام؟ من 35، يعني في 5 درجات أوفر في أعمال السنة. حس يعني لو دي ما جاتش مظبوطه، دي مش مظبوطه، دي مش عارف ايه، يبقى في النهايه كنوع من المساعده يبقى انت معاك 5 درجات اعمال سنه اوفر. حد عنده اي استفسار قبل ما نبدا؟ طيب انا هبدا من الاول خالص، من اول ما قالوا يا اوتوماتيك كنترول. معلش هي نبذه بس صغيره، بس هي مرتبطه بالموضوع، وبرضه انا سالت زمايلكم قالوا ان احنا خلفيتنا في الكنترول مش قوي، فخلينا نبدا مع بعض واحده واحده. هو يعني ايه اوتوماتيك كنترول اصلا؟ هو اوتوماتيك كنترول معناها انك انت عايز تشيل الانسان اللي كان بيعمل كنترول على الاله، وتحط مكانه اله عشان تتصرف كما لو كانت بديله للانسان. يعني باختصار، كان في زمان، ودي فكره الكنترول طبعا، دي ايام الحرب العالميه الثانيه والكلام ده كله، فكان في بدا في اهتمام بعلم الطيارات، الدبابات، بدا يبقى في خطوط انتاج كبيره، خطوط صناعيه، فكان في مهندس او عامل واقف زمان قصاد الماكينه بيشوف الحراره والضغط والسرعه. هو شايف ان الحراره عاليه شويه فكان بيروح يقللها، شايف الضغط مش عارف ايه بيروح يظبطه، فكانت الحاجات دي كلها كانت موجوده بحيث ان هو ايه بيروح يظبطها. فلما زادت بقى وتيره الكنترول فقال لك خلاص خلينا نبدا نتكلم على حاجه اسمها الاوتوماتيك كنترول. والاوتوماتيك كنترول الا وهو انت عايز تشيل الانسان من مكانه وتحط مكانه آلة عشان تتصرف كما لو كان موجود. طيب هتتصرف ازاي؟ قال والله اول حاجة احنا شلناه عشان تاسكس بيوند ذا هيومن ابيليتي. مجموعة العمليات خارج قدرة الانسان العادي. انا مش هقدر ادخل انسان عادي جوه افران صهر الحديد عشان يشرف على تشكيل مثلا جسم زي دبابه او حاجه في طياره. ما اقدرش اطير صاروخ وامسك عصايه جوستيك كده الصاروخ ورا الطياره لحد ما يجيبها. ففي بطبيعه الحال مجموعه من العمليات الانسان العادي ما عادش يقدر يقوم بيها ولا يتبعها. الحاجه الثانيه الا وهي الاكيورسي، والاكيورسي اللي هي الدقه الخاصه بالانسان. مهما وصلت دقه الانسان هي مش هتوصل لدقه الاله.
يعني انا لو اديت بورده زي بورده الكمبيوتر كده وجبت بقى شويه المقاومات والمكثفات الصغيرين دول واديتهم لامهر لحام عشان يلحمه هياخد 4 ساعات مثلا. وارد ان المقاومه الصغيره دي قيمتها اتلخبطت مع دي اصلها شبه بعضها والمكثف ده اتقلب مع المقاومه دي فده هيحصل. لكن لما هدي دي للاله عشان تنفذها لا ده انا عندي الاله مفيش احتمال اخطاء. هي المقاومه دي هتنزل في مكانها والمكثف ده هينزل في مكانه. اضف الى ذلك الاكيورسي، انت ممكن تخلص الكلام ده كله الاله تخلصها مثلا في ساعه او في ساعه ونص. وبالتالي فالاكيورسي بتاعت الاله لو انا حطيتها عشان تعمل كنترول هي هتبقى افضل من الاكيورسي بتاعت العام. الحاجه الثانيه الا وهي الهاي بيرفورمانس، الكفاءه العاليه، والمقصود هنا الكفاءه مع الزمن، الكفاءه مع الزمن. يعني انا عندي ماكينات بتفضل بال 24 ساعه ما بتوقفش بالسنين. يعني ماكينات توليد الكهرباء، استخراج الغاز، استخراج البترول، الحاجات دي شغاله ما بتوقفش. طيب هل في انسان له القدره ان هو بقى يقعد ال 24 ساعه كده مركز عشان يشوف الاله؟ الانسان العادي مثلا 8 ساعات، في ناس 6 ساعات، في ناس زي حالاتكم كده اخرهم نص ساعه. فالطبيعي ان درجه التركيز هتختلف من الشخص الاخر. ايوه طب دي شغاله، انا مثلا كل سنتين ثلاثه يقول لك ايه احنا هنقطع الكهرباء عشان صيانه المحولات، ده بعد سنتين تشغيل. يعني اخر حاجه خلتهم فعلا محتاجين يشيلوا الانسان الا وهي ريديوس كوست اوف برودكشن، اللي هي بتقلل تكاليف الانتاج. هو ازاي التحكم الالي هيقلل تكاليف الانتاج؟ ما انا لما كنت بدي قطعه خشب زي دي للعامل واقول له قطعها لي مثلا 20 في 20 مثلا، العامل مهما وصلت درجه كفاءته بيروح يعمل سكان على المساحه، والله دي مثلا نقطع منها 50 قطعه. لما بدي نفس قطعه الخشب دي للاله واقول له قطعها، لا ده هو بيعمل سكان على المساحه بعد كده يخش في حسابات ميكس ماكسيمم ومينيمم احسن طريقه تقطيع، في النهاية بدل ما يطلع 50 راح سيم يطلع لي 52. الشاهد ان الهدر بتاع الماكينة اقل من هدر العامل. مهما وصلت حالات التشغيل بالتأكيد الهدر البقايا اللي بتطلع في حالة الماكينة اقل من هدر العامل. وطالما الهدر قل فعدد المنتجات هتزيد، وطالما عدد المنتجات زادت فالتكلفة قلت. يعني دي كنت بجيب دي ب1000 جنيه بتعمل لي 50 قطعة، يبقى كده القطعه واقفه ب 20 جنيه. لكن لما اديها 50 جنيه، لما اجيب دي ب 1000 جنيه وتقطع لي 52 قطعه، يبقى القطعه تقريبا واقفه ب 19 18، يبقى التكلفه عليا قلت. فدي كانت الاسباب الملحه اللي قالوا خلاص يا عم شيل بقى الانسان وحط مكانه اله عشان هو اللي يعمل كنترول. فاول ما بداوا في اول سيستم، وده اللي سيادتك خدته في سنه اولى، انا بس عشان الموضوع مترابط ببعضه، فاخترعوا السيستم اللي احنا سميناه الاوبن لوب كنترول. اوبن لوب كنترول دي كانت البروسيس اللي سيادتك عايز تعمل عليها كنترول، واللي انا وانت هنختلف فيها. ممكن تكون بروسيس حراره، ضغط، معدل سريان، في شركه بترول، في شركه كهرباء، دي البروسيس اللي انت هتبقى مجبر على التحكم فيه. وده الكنترولر اللي هو بديل الانسان، ده اللي هو البلاك بوكس، ده بديل الانسان، ده اللي احنا شلنا الانسان اللي كان واقف بيراقبها شلناه وحطينا مكانه الكنترولر ده. واصبح باختصار سيادتك بتدي الانبوت للكنترولر تقول له مثلا انا عايز وليكن درجه حراره وليكن 90، فالكنترولر بيفهم يروح ياثر على البروسيس عشان يطلع لك ال 90 درجه اللي سيادتك عايزهم. انا عايز ضغط 2 بار، يروح للكنترولر ياثر على البروسيس بقى الضغط 2 بار. انا عايز الازاحه مش عارف 2 متر في الثانيه، يروح ياثر وهكذا. وبناء على ذلك فلو خدنا مثال بسيط كده، ان انا عندي تانك وبمب، البمب دي بتسحب ميه بحيث ان التانك ده مفتوح من ناحيتين، فالميه اللي داخله خارجه هي ما بتقفش اصلا. وجيت حوالين التانك ده ورحت حاطط فالف وشويه مواسير لفتها حوالين التانك، واصبح في المواسير دي بيمر ستيم
او بخارسو فالف بيفتح ويقفل كهرباء. وده الكنترولر اللي انا لسه مش عارف هو ايه، بس ده اللي بيفهم. انا كل اللي هعمله ان انا هروح اقول له انا عايز درجه حراره المايه 90. طب ايه هنا اللي ممكن يتحكم فيه خليه 90؟ هو الحاجات الكهربيه اللي هنا اللي ممكن يتحكم فيها، هو هيخرج اشاره للفالف هيتحكم في مقدار الفتحه قد ايه، وهيخرج اشاره للبمب عشان يشوف هيضخ لنا كام لتر في الثانيه. يبقى انا دلوقتي معايا عدد معايا بتحكم في الفالف هتفتح فتحه قد ايه، كام في الميه، وعندي كام لتر في الثانيه هيعدي. والله لما اطلب 90 درجه فالميه داخله وخارجه ثابته وفي مواسير موجوده، فهيحصل انتقال درجه حراره، فالمفروض ان انا بامل ان هي توصل ل 90 درجه. تمام. قلت له عايز 120، هو هيروح يزود فتحه الفالف اكتر او يقلل الميه عشان تطلع 120. قلت له يا عم انا عايزها 50، هيروح يزود الميه او يقلل فتحه الفالف عشان يظبط عند 50. فاصبح انت بتطلب من الكنترولر اللي انت عايزه، هو بيروح يظبط البروسيس عشان في الاخر اتشيف الانبوت اللي انت عايزه. عشان كده دايما احنا كنا بنسمي ده الديزايرد اوتبوت، هو ده اللي انا عايزه اصلا. لما ليك 90 هو صحيح اسمه الدخل، او ده الديزايرد اوتبوت اللي سيادتك عايز تحصل عليه. سيستم جميل وظريف وزي الفل، بس يعيب هذا السيستم زي ما سيادتك خدت قبل كده اللي هو ايه؟ الديستربنس. يعني ايه الديستربنس؟ لو حصل تغيرات في هذه المنظومه سيادتك ما انتش عامل حسابك عليه. اضطرابات، يعني ايه؟ مش فاهم. يعني الميه اللي داخله وخارجه دي داخله وخارجه ومعاها رواسب، وبدات الرواسب دي تتراكم هنا. هل الفلو بتاع الميه اتغير ولا زي ما هو؟ خلاص يبقى ال 90 دي باظت. ميه هتركن اكتر فالحراره هتزيد اكتر. او حصل ثقب في مواسير الغاز اللي موجوده هنا. خلاص باظت. يعني السيستم ده كويس ولا وحش؟ ممتاز. ده ممتاز، اه ممتاز. ممتاز، ولكن في التطبيقات اللي سيادتك مش محتاج فيها اكيورسي. يعني لو تمت بشكل ناجح او ما تمتش بشكل ناجح انت دونت كير، مش فارقه معاك. مثال ظريف دايما يحقق النظريه دي اللي هو الغساله الفول اوتوماتيك. هي اسمها فول اوتوماتيك ولكن فيها ثلاث تطبيقات اوبن لوب، يعني تمهم بشكل ناجح او ما تموش بشكل ناجح لا انت بتسال ولا الشركه اللي مصنعه بتسال، ومع ذلك تطبيق تجاري ناجح ومش رخيص. هو انت لو نسيت تحط المسحوق بتغسل ولا ما بتغسلش؟ هي ما بتشيكش على المسحوق، هي بتسحب ميه والميه بتنزل على المسحوق تاخده في السكه. طب لو نسيت تحط الغسيل نفسه هتغسل ولا مش هتغسل؟ هي ما بتشيكش على الغسيل. طيب هل انت ضامن بعد ال 20 برنامج ولا ال 18 برنامج ان القميص هيخرج نظيف؟ مش شرط، ممكن تكون في بوعه جديده فما خرجتش نظيف. ثلاث مشاكل وفي تطبيق تجاري ناجح، ومع ذلك لا انت سالت ولا الشركه سالت. ليه؟ دونت كير. ما حدش بيغسل من غير ما يحط مسحوق. طيب الـ نسيت تحط الغسيل، هتقعد تغسل 20 برنامج في ميه. طب القميص ما نضفش، ما انت لابسه شهر وجاي تغسله فمش هينضف من اول مره يعني. وبالتالي دول ثلاث مشاكل موجوده ولكن الشركه دونت كير، هي مش مهتمة بيه. طبعا حاجة زي كده في الناس اللي كانت ساعتها شغالة في التطبيقات الحربية تبقى صعبة، لان انا لما اجي اوجه صاروخ وتحصل درجة واحدة خطأ في التوجيه، الصاروخ ده مع طول المسافة هيعمل لي ارك كده، بدل ما يروح الشرق هيروح الغرب. فقال لك خلاص السيستم ده ما ينفعش. طب انت مشكلتك ايه اصلا؟ الخارج مش مظبوط. مشكلتك ان الخارج بتاعه مش مظبوط. طيب ما تاخد الخارج اللي مش مظبوط ده وتاكد منه فيما يسمى بالفيدباك يا سيدي، وارجع قارنه باللي انت كنت عايزه. وراحوا مسميين السيستم ده كلوزد لوب. تمام زي الفل. طب انت كده عملت ايه؟ انا بقى عندي معلوميه الخارج مظبوط ولا مش مظبوط. والله لو انت 90 والخارج 70
فتسعين ناقص سبعين عشرين، فبقول لك كنترولر في لسه عشرين كمان. طب انت عايز تسعين وهي طلعت مية وعشرين، فتسعين ناقص مية وعشرين سالب تلاتين، فبقول لك كنترولر لا ده انت زادت شوية. طب تسعين وتسعين صفر، فبقول لك كنترولر بس بقى ثبت كده مظبوط، الفتحة بتاعة الفالف مظبوطة والضخ مظبوط، فثبت بقى كل حاجة مظبوطة كده. انا عشان اقلب دي كلوزد لوب، فانا محتاج احط حاجة عشان اقيس بيها درجة حرارة المية، الا وهي سنسورز. وده اعتقد كورس انت خدته السنة اللي فاتت سنسورز، هقوم رايح مودي كده، هحط السنسور هيقيس لي درجة حرارة المية، وهو عنده درجة الحرارة اللي انت عايزها، فاصبح حتى لو حصل فشل في وقت ما هو هيتدارك الموضوع ويظبط الفالف او البامب عشان يظبط دوما ان الخارج مظبوط. فاصبح السيستم بيعدل نفسه من تلقاء نفسه، فسموا السيستم كلوزد، هو مقفول على بعض. السيستم ده اداك اكيورسي عالية، ولكن العيب زي ما انت خدت اللي هو مظبوط. العيب ايه؟ هو اكيورسي، بس السيستم بقى مور كومبليكيتد. كومبليكيتد ايه يا عم؟ ده انت ضفت سنسور، ايه ما تبصش على بروسيس هاجايز، ده دي حرارة، يكون عندي خط انتاج كبير، حرارات وضغوط وسرعات وسرعات مواتير وكلام ده كله، فانا عندي 70 80 سنسورز، كميه التوصيلات الكهربائيه كثيره جدا، كميه تعقيد تصميم الكنترولر كبيره، وبالتالي فالسيستم بقى اكثر تعقيد. وطالما في الكنترول السيستم بقى معقد، اوتوماتيك بينزل حاجتين، سعره غالي، صيانته صعبه. سيستم معقد هتصينه ازاي؟ لما تروح على ماكينه فيها 70 80 موتور و50 مش عارف مروحه وسخانات وكميه سنسورز وحراره، وقال لك الحق مش فيها عطل، الحق ده سلك قطع، هتطلعه منين ده؟ تمام كده؟ فاصبح عمليه الصيانه او التكلفه بتبقى غاليه. الغساله الفول اوتوماتيك فيها تطبيقين كلوزد. طب ليه الثلاثه اللي فاتوا اوبن وفي اثنين كلوزد؟ اصل الثلاثه اللي فاتوا تمهم بشكل ناجح، ما تموش بشكل ناجح دونت كير. لكن دي اول حاجه خاصيه ماله الغساله. يعني في سنسور موجود في الغساله عشان يظبط لك الميه عند ارتفاع معين ويفصل. طب ليه حط سنسور؟ لو كان شغل خاصيه ماله الميه اوبن لوب، طبعا عشان املى الميه اوبن لوب دي هملاها ازاي؟ مظبوط، هملاها بالزمن. يعني الغساله دي عشان تملى 3 دقايق شغال لنا الميه 3 دقايق، تمام كده؟ فانا لو هشغلها اوبن لوب يبقى انا هدي اشاره للفالف، وبعد 3 دقايق هقوم فاصل، كده الغساله مالها؟ اتملت. بس ده مش هيحصل، ممكن يكون الميه مقطوعه اصلا فمش هتغسل، او انت جاي تغسل بالليل ففي وفره، في وفره او تدفق في الميه، فالغساله هتتملى بسرعه في الثلاث دقائق، وممكن تقع الميه على المعدات الكهربيه مالها تحرق. يبقى خاصيه الملو دي فيها ازمه، ما ينفعش، يبقى دي لازم تبقى كلوزد لوب. الخاصيه الثانيه الا وهي خاصيه السخان، الغساله لو فيها سخان لازم فيها سنسور عشان يراقب درجه الحراره، خوفا ان هو يفضل يسخن باستمرار فتحصل انصهار لبعض المعدات اللي موجوده تتحرق. فقال خلاص يبقى دول كلوزد، لان دول بيضربوا في السيفتي، لكن التلاتة التانيين اوبن لوب هما مش مؤثرين، متفقين على ذلك. فاصبح في الحياة العملية في الاوبن وكلوزد، بس هي بترجع على حسب انت محتاج اكيوريسي ولا هي في فانكشن بتؤديها وخلصت او ما خلصتش مش فارقة معايا، فانت بتقارن ما بين الاوبن لوب وكلوزد. لو انت هتشتغل في الفيدباك، ده مهندس اسمه مهندس انستريومنتيشن، مهندس اجهزه قياس، ده مختص بقى بالسنسورز ومعايراتها وسلوكها والنويز والحاجات بتاعتها. لو انت هتشتغل في الشغل الخاص بالكنترولر، وده الاكتر موجود، فانت كده هتبقى محتاج تعرف هو الكنترولر ده ايه عشان ابدا اعمل بيه الديزاين واشغل بيه البروس. هو ده البلاك بوكس اللي احنا بنعمل عليه فوكس في الترم ده، هو الكنترولر ده عباره عن ايه. فانا هبدا دلوقتي اشرح ايه اشهر انواع الكنترولرز اللي شغاله في مصر وفي الخارج. حد عنده اي استفسار يا جماعه؟ الكلام صعب.